الأخبار سيئة. خير شوفي سيدي، بناء على المعلومات يلي حصلنا عليها هن انفخخوا كتير أماكن، لازم ننبه الناس مشان يضلوا ضمن الأماكن الآمنة يلي حددناها. أنا رح أهتم بالقصة. فضل الله، كل الاعتماد عليك. إذا اضطرينا نطلب الدعم. فيك تعتمد علي سيدي. ألو نعم، معك الأغا يا أردام، هدول جايين لعندكن. مين؟ رجال ولا أتيشي، دير بالك وخذوا احتياطاتكن. ماشي أغا، شكرا. في شي أخبار سيئة؟ رجال أتيشي طريق لهون ويمكن يكونوا كتار، معناتها لازم نستقبله. أنا هيك رأيي كمان. جاهد؟ حاضر سيدي. حاول تتصل بإيلام وشوف لي وين هلأ. تحت أمرك سيدي. ألو إيلام، وين أنت؟ وصلتني الأخبار وليكني جاي لعندكم. من أي طريق؟ من طريق وادي كوما. وينك بالضبط هلأ؟ هلأ قطعت ضيعة بوزك. أي بالسلامة، رح يوصلوا بعد ساعة، معنا وقت. ماشي. خدوا الأولاد والمدنيين على المدرسة. تحت أمرك سيدي. سيدي خلينا نخبر يافوز. دقيت له إلا سلكي وموبايله مسكر. حاولوا انكم تلاقوا يافوز وخبروه بالوضع. تحت امرك سيدي. لا تخلوا العالم تحس بشي، وحتى ما يخافوا قولوا لهم عنا تدريب. مثل ما بدك سيدي. سيدي معنا ساعة تقريبا، هون انسب مكان. ماشي. مجاهد، فتحي، طاهر، منصور، انتوا رح تطلعوا. أتاش وفضل الله بتضلوا لتحموا المدنيين. الله يحمي الجميع. شكرا. الله ينصركم. سيدي نغير ثيابنا؟ ايه، رح نلبس مدني. امشوا. فتحي كيفك؟ منيح. وانت؟ منيحة مثل ما تركتني. بدنا نحكي هون؟ عن شو؟ نحكي كيف تركتني بثواني؟ ممكن. بدنا نحكي كيف رفضتي تتزوجيني بلا ما تفكري حتى؟ نحن بعد 928 متر. ايه ماشي، 9 2 8. الرياح 4 كيلومتر باتجاه الساعة تنتين، 1.7 كيلومتر يمين. أكيد رح يمروا من هون. اطلع وشوف إذا رح يمروا. يانكي بالمنطقة، اتصال جاهز. ونحن جاهزين. وهلأ بلشنا. شو اللي صاير هون؟ كأنه حادث. لك هلا وقته.
انزلوا جايين عندكم. لا حدا يتحرك قبل ما اعطي الاشارة. تحت امرك سيدي. خمسة ماشيين وفي خمسة على البيك أب. المسافة والريح؟ المسافة تقريبا بحدود 947. الريح 4.1 من جهة الساعة 2 و1.6 من اليمين. شو ميت؟ شو هاد؟ كمين! كمين! ارفعوا ايديكم! لا طاهر! واقف واقف يلا! حركوا! في شي حدا تاني غيركم؟ يلا احكوا! لا تتحرك ارفع ايديك! كله من طاهر! وقف وارفع ايديك. كمين عساكر اتراك بوجنا. شو؟ كيف هيك؟ شو بيعرفني؟ يمكن بيعرفونا رح نمر من هون. الله يلعنون. معلم شو في؟ العساكر الاتراك نصبوا كمين على الطريق. شو؟ كيف هيك؟ عرفوا انه رح يمروا من هالطريق. الله يلعنون. كيف عرفوا هالشي؟ ما بعرف مالي، ما في غيرنا بيعرف. شو هالحظ؟ مو بس نحن، بلاغا، بلاغا بيعرف. قرب رح اقتله. فهمتوا شو قلت؟ اهدى شوي. اذا بتقرب رح اقتله. الله يلعنك. قلت لك اهدى. زدتوا سلاحكم.
سدوا سلاحكم. إذا ما فتحتوا لي طريق مشان روح رح أقتل رفيقكم. شو أنت مستعجل تموت؟ يلا اتركه اتركه. أوعى تقرب، عم تفهم؟ خلوه يعمل اللي بده إياه، بس لا تتركوه، لا تخليه يروح سيدي. رح أعطيكم دقيقة لتفكروا، اتركوني روح بخليه عايش. فيك تصيبه فتحي؟ لا ما فيني، لأنه متخبي منيح ورا طاهر. ضل نص طيار، إذا ما انسحبتوا من هون رح أوصل فيكن. ها إذا بتتحرك رح أوصاك. اسمعني طاهر، أنت لا تعمل شيء. خلص ماشي واقف. قل له الخناص تبعك ولا يحاول يعمل اي شيء. ماشي. انت صاحب القرار. ما فيني سيبه مجاهد، في مخاطرة. يعني منتركه يموت؟ بس ميلي واحد، خليه يتحرك ميلي وبقتله. شو بدكم تعملوا؟ أوصوها لا تقربوا. ما بدنا نعمل شيء. مو أنت قلت لنا ننسحب؟ عم بدكم توقفوا. لا تتحركوا.
شو قلت لك انا سيدي؟ شو اللي قلت لك يا ما اتحرك قبل الاشاره. ايه شو يعني؟ شو اللي ما فهمته؟ ما خاطرت بحالك بس، خاطرت فينا كلنا وبالمهمة كمان. انا اسف سيدي. لو مرقوا شو كان رح يصير؟ ما كنا رح نموت لحالنا، كانوا هاجموا على الضيعة ورح يموت عشرات العساكر والمدنيين. قلي انت ليش تصرفت من عندك؟ شو كنت رح تستفيد يعني؟ القرآن أعطاني إياها علي حيدر سيدي، كان بده ياخده مني ولهالسبب أنا تعرفت. أنا آسف سيدي، هالشي ما رح يتكرر. ليك أزميتلي، انت قلت حافظ، اسمع، لو ما كنا بمهمة كنت قلت لك برافو عليك، رح اقتلك اذا بتعيدها. اكيد ما رح اعيدها سيدي، بعتذر منكم. حصل خير، المهم انه الكل مناح هلا. شكرا كثير لك سيدي لانك انقذت حياتي. هاي عادته، بحب الحكي كثير. انا بهتم بهدو. ماشي، خلونا نروح. مجاهد، نفذنا المهمة. مهمة شو؟ صدينا للرجال يلي كانوا رح يهجموا. انا ما بعرف بالقصة، صار معي مشكلة. انتو بالضيعة هلا؟ لا نحن برا. شو القصة؟ أنا داعس على الغنم. شو؟ أنا بالأرض اللي فيها شجر حد الضيعة، تعالوا مشان تساعدوني بسرعة. يلا جايين فورا سيدي. شوفي يا فوز بحاجتنا. يلا ليك ازميتلي، بتعرف شو عم تعمل؟ روح نسامحك على اللي عملته، اتركوه يشتغل. ليك سيدي، بدي شيل الغطا من تحت رجلك. طيب يلا شيله. تمام، هلا بخبره. سيدي خبروني انه بهار لسه ما رجعت على الضيعه. اكيد صاير معها شي شغله، خايف يكون صاير معها شي خطير. سيدي اوعك تحرك رجلك. ماشي، لأنه رح نصير شقف إذا بتحركها. شش أزميتلي، إذا صار لسيدي شي رح نتبادل الطوائي. ما رح نبدل شي، لأنه ما رح يضل طوائي بالأساس. اشتغل بلا حكي فاضي. يلا أنت مستعد سيدي؟ مشي الحال سيدي. متأكد؟ إذا حابين نتأكد فلازم يرفع رجله هلا. رح اسحبها. يعطيك العافية. الله يعافيك. لازم نلاقي بهار. يلا